أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على موقف الإسلام من العنف المجتمعي، أيضا تبين معاني مفردات التركيب الواردة في الدرس. التلاوة والتجويد. يعرف التجويد بأنها لغة بلغة الشيء وهو لغة جيدا وهو ضد الرديء وجود فلان الشيء أي فعله جيدا. واختلاف العلماء في تعريف التجويد اصطلاحا، حيث قال بعضهم إنه إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها وتصحيح لفظ الحرف ورده إلى أصله ومخرجه وإلحاقه بنظيره وتلطيف النطق به على حال صياغته من غير إفراط ولا تكلف ولا إسراف ولا تعسف. أما التلاوة فتعرف أنها قراءة القرآن الكريم متتابعا كالأجزاء والأسداس. وأما الأداء فهو القراءة بحضرة الشيوخ أو الأخذ عنهم بالسماع منهم. ويمكن القول أن الترتيل اصطلاحا كما عرفه الإمام علي بن أبي طالب هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ومن القواعد والضوابط التي وضعها علماء التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمد بأقسامه والوقف والابتداء والمثلين المتقاربين والمتجانسين. أحكام النون الساكنة هو الإدغام وهو يعرف لغة بإدخال شيء في شيء، وأما الاصطلاح فهو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصير عنك الحرف الثاني مشددا، وتدغم النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها أحد حروفه وهي المجموعة في كلمة يرملون. وعلت إدغام النون الساكنة والتنوين بأحرف الإدغام التماثل بالنسبة للنون والتقارب بالنسبة لباقي الأحرف. وتجدر الإشارة إلى أن الإدغام ينقسم إلى نوعين من حيث النقص والكمال. فالإدغام الناقص هو الذي يبقى معه إثر النون الساكنة والتنوين بعد إدغامها في حرفي الياء والواو. وأما الإدغام الكامل فلا يبقى معه أثر للنون الساكنة أو التنوين عند إدغامها بباقي أحرف الإدغام، بالإضافة إلى أن الإدغام ينقسم من حيث الغنة إلى نوعين، الأول إدغام بغنة ويكون إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين أحد أحرف الكلمة ينمو، وأما النوع الثاني فهو الإدغام بغير غنة. يدعونا الإسلام إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة التي تسهم في تماسك المجتمع كالتسامح والحلم واجتناب كافة صور الإيذاء والاعتداء على الآخرين. الظلم حرام مطلقا، فلا يصح أن يظلم الإنسان غيره مسلما كان أو كافرا، لأنه يقود إلى العداوة والإفساد في المجتمع. وقد حرمت الشريعة الإسلامية إيذاء الآخرين والحاق الضرر بهم وممارسة كافة أشكال العنف في المجتمع. أما مفهوم العنف المجتمعي فهو سلوك عدواني يتسم بالقسوة والأذى، يتصدر عفوا من فرد أو جماعة في المجتمع، ويكون فيه تطاول على القانون من أجل تحقيق مصالح شخصية، وهو نوعان مادي ومعنوي. المادي وهو الاعتداء على الآخرين في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، من الأمثل عليه القتل وضرب الآخرين والسطو المسلح والإضرار بالممتلكات العامة والأسواق وغيرها. وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول المساجد والأسواق وأماكن تجمع الناس بالأسلحة. العنف المعنوي هو الاعتداء على الآخرين بالسب والشتم والإهانة والتنمر والسخرية، ولا يستهان بنتائجه على الشخص الذي وقع عليه هذا العنف، إذ يضعف ثقته بنفسه ويصيبه بالخوف والخجل الاجتماعي. أما أسباب العنف المجتمعي فهو ضعف الوازع الديني والإيماني، أيضا العنف الأسري، الظلم، الأمن من العقوبة، غياب ثقافة الحوار والتواصل. مثل إذا أن كثير من حالات العنف داخل الأسرة والمجتمع تكون بسبب غياب أسلوب الحوار والتواصل المناسب، مما يؤدي إلى عدم تقبل الآخر، فيصبح استخدام العنف في حل المشكلات والخلافات نتيجة أساسية في ذلك، ومن ثم تزيد العداوة والكراهية بين أفراد الأسرة والمجتمع. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.